الامانه ازيك الاول؟ لا خليك خليك، انت عجبتيني وانت سايق العربيه كده، انت شغال عليها؟ ايه؟ انت منين اصلا؟ انا من الارياف بس. الارياف يعني ارياف ايه؟ الشرقيه. اه؟ الشرقيه. جاي تشتغل عندي هنا؟ هنا في اسكندريه؟ انا قاعده هنا يا محمد. قيمه هنا؟ قيمه هنا. قيمه فين في اسكندريه؟ شارع العين. اه. ربنا يديك الصحه وتوصلك على اولادك من تكسدا، وفكره رائعه ان احنا اول مره بنشوف حد كده ست جميله بتشتغل كده وعشان تصرف على البيت والاولاد. الله يستر معاك. انا شايفك بالصدفه. طيب محتاجه اي حاجه؟ لا ما تكسفيش، انا بقول لك قدام الناس اللي راكبه معاكي. ربنا يخليك، كفايه تشجيع حضرتك. لا 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 تشجيع حضرتك، يعني انت معايا واخده مؤهل جامعي؟ اه ايوه يا فندم، معايا دراسات اسلاميه شعبه العربيه جامعه الازهر. طب والله برافو عليك. الحمد لله. طب لا انا يعني هقول لك حاجه. اتفضل يا فندم. طيب في اي حد بيضايقك بقى من الركاب ولا حاجه؟ لا والله الحمد لله كله بالاصول وبالمعروف. طب انا شفتك بالصدفه، انا لازم اكرمك. ربنا يبارك لك يا بيه، ربنا يخليك. العلاقات هتحدد معاك ميعاد تيجي لنا المحافظه وتكرمك. لانك انت تستحق التكريم. ربنا يبارك في عمرك يا ماما. هيكون في ميعاد وهنكرمك فيه. ربنا يبارك في عمرك. واي مشكله معاكي هتيجي تقوليها لي. عينيا يا بيه، ربنا يبارك لك. كل سنه وانت طيبه. حضرتك بألف صحه وسلامه. شد حيلك.